الآن تشاهدون فريق الجدعان في أرض نبات لستيفيا، والذي تفوق قوة تحلية السكر المنتج من أوراقه 300 ضعف تحلية سكر البنجر والقصب، حيث يلتقي الدكتور أحمد عطية رئيس قسم التربية والوراثة في معهد بحوث المحاصيل السكرية وأحد رواد زراعة لستيفيا في مصر. لسه مع حضراتكم مكملين رحلتنا في الفرافرة. دلوقتي هنقابل الدكتور أحمد عطية رئيس قسم التربية والوراثة في معهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، وهو المستشار الزراعي لشركة الدكتور فوز الدغيدي، وهنناقشه في ملفين مهمين جدا. أولا التوسع في زراعة الاستيفيا كنبات بينتج السكر بقوة تحلية تفوق تحلية سكر القصب والبنجر بنحو 300 ضعف، وكمان سهل نزرعه في بيوتنا ونستخلص السكر منه. وثانيا المشروع القومي لزراعة القصب بنظام الشتلات مش بنظام العقل والري بالغمر، وهنعرف منه مدى قدرة المشاتل اللي أنشأتها الدولة على تغطية احتياجات المزارعين من شتلات القصب. وبالمناسبة الدكتور أحمد عطية هيتوسع خلال السنة دي في زراعة محصول الاستيفيا، وعامل مشتل مهم لصنف كندي متميز في الفرافرة. دلوقتي احنا واقفين في أرض الاستيفيا. الاستيفيا 300 مرة ضعف تحلية سكر المائدة. بالظبط، يعني محصول واعد جدا، واحنا زارعين منه مساحه كبيره جدا وعليه طلب كبير جدا. بالظبط، نستفيد منه ازاي؟ الاستيفيا بتحتوي على ماده محليه مش سكر، لكن بتديني طعم الحلو على اللسان، وتحليتها حلو. انا مش عارف اكلمك من كتر الورق اللي كلته. هي فعلا تحليتها عاليه جدا، ده كمان نبات لسه صغير، 300 ضعف تحليه السكر، ولا تحتوي على اي سعرات حراريه، ودي الميزه الاساسيه، وبالتالي فهي مثاليه لمرضى السكر والناس اللي بتعمل الدايت. هل تحل محل السكر؟ لا، لان السكر برضو ارخص مصدر لكربوهيدرات، فاللي عاوز طاقه بياخد سكر، اللي مش عاوز طاقه بياخد استيفيا. علبته النهارده اللي بتجينا من بره او بتتصنع في المصانع المحليه احنا بنتكلم في 140-150 جنيه عدت. طيب ازاي نقلل تكلفته عشان يبقى متاح للجميع؟ الناس كلها النهارده عايزه حاجه صحيه. بالظبط، هو احنا دلوقتي الهدف ان احنا نوسع المساحات بحيث ان احنا نقدر نصنع ونستخلص المادة المحلية هنا في مصر. أقل مساحة أقدر أن أنا أستخلص فيها وأعمل وحدة استخلاص 200 فدان. إحنا السنة دي عندنا حوالي 40 فدان، إن شاء الله السنة الجاية هيبقى 200 فدان، نقدر نجيب أول وحدة استخلاص في مصر. و40 فدان دول هتحصدهم في شهر 3؟ أول حشة ناخدها إن شاء الله في شهر 3. هتتخطف منك؟ أنا بقول لك شركات الأدوية هتتخطف منك؟ طبعاً طبعاً. السنة دي هي مصر كلها فيها حوالي 200 فدان استيفيا. من شهر 8 ما حدش كان لاقي ورقة استيفيا في مصر. ياه. والناس عاملة تعاقدات تصدير وما كانتش عارفة تلاقي ورق. هو الفدان بيعمل كام طن ورق؟ الفدان يعمل في حدود طن ونص ورق جاف من 3 حشات، والحشة الرابعة بتبقى بذرة. بس هنا في الفرافرة أنا الحالة الوضع مختلف. إحنا في الشتاء والمفروض ورق. بالظبط، مفيش ورق أخضر، يبقى فيش ورق بذرة وخلاص. لكن الورق موجود هون في عز البرد يعني. يعني هنا مثالية جدا لزراعة الاستيفيا. ممتازة. مفيش يعني على شهر 3 تعلى كده بتوصل 60 سم ارتفاع. اتوقع ان هنا الحشه الاخيره هتبقى ورق وبذره الاثنين. يعني لو قلنا الطن في السوق العالمي ب 4000 دولار صعبه، ان شاء ممكن الله ممكن يوصل ل 8000 دولار هنا ان شاء الله للفدان. ده غير سعر البذره. كيلو البذره بحوالي 14000 جنيه ما شاء الله. فالفدان بيدي 3 4 كيلو بذره. ده محصول واحد واحد يعني. بالظبط بالظبط. القيمه المضافه بقى لو انا صنعتها كيلو المادة المحلية اللي بنجيبه من بره، مادة الاستيفيا ممكن يوصل هنا لحد 7000-8000 جنيه للكيلو، اللي هو 300 ضعف حلاوة السكر. لو صنعته هنا في مصر بيقسموه جرامات بقى وينزل الكيس تمن وشيء وشوية. في طريقتين للتسويق. المصانع بتاخده زي ما هو وتحسب كمية السكر اللي كانت هتحطها بما يعادل 300 ضعف وبينزل دايت خلاص مش مشكلة. في اللي احنا بنقول عليه التيبل توب او الاستهلاك الشخصي او المنزلي. هنا طبعا عشان التحليه عاليه جدا فلازم احط معاها فيلر او ماده مالقه ما يكونش ليها لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا فيها كالوريز، ما فيهاش اي عصارات حراريه. فانا ببقى ببيع ماده مالقه لان كل كيلو عليه 3 جرام بس استيفيا. هنا بقى ممكن تتعمل اقراص، ممكن تتعمل في صوره سائله دروبس،
ممكن ان احنا برضو نعملها باودر يستخدم بالمعلقه. طيب في ناس دلوقتي يا دكتور بتزرعها في بيوتها يعني جناين ويستخدموه يحطوه في السكر الورقه نفسها زي النعناع، مفيش مشكله خالص. هو بس عندنا ايه، الورقه بيبقى فيها طعم متوقف على اللسان، سنه مراره كده، مش مراره زي العرقسوس اللي في النهايه دي تحسها في زورك بالظبط كده. فهو في ناس بتحبها، في ناس بتحب الطعم طبعا ده. اللي عنده سكر مع احترامي يعني. فالورقه يمكن استخدامها مجففه، تطحن في المطحنه بتاعه المطبخ وتضاف بقى حسب كل واحد حسب ما هو عاوز التحليه قد ايه، ولما جففها ده يديها اعلى معدل من نسبه السكر. بالظبط صح كده، او التحليه. وكنت زمان اتكلمت، كان نفسي الحقيقه نعمل حاجه نقول نبات ستيفيا في كل بلكونه في مصر. شتلاتها فين؟ نجيبها منين واحنا نحطها مش في البلكونه، فوق السطوح كمان؟ موجوده هنا، موجوده في مركز البحوث يعني، ما هيش يعني متوفره يعني. مفيش مشكله في شتلات يعني. احولها ازاي لسائل؟ ما تدينا كده السر. لا يعني ناخد نقطه لو عاوزينها كسائل اخضر مركز بنعرضها لدرجه حراره اقل من الغليان شويه، يعني احطها في ميه الورق، احطه في ميه لمده حوالي 10 دقائق وبعدين بصفيها، واللي يتبقى اعرضه تاني 90 درجه مئويه وصفيه ونحطه على بعض، بس ده يتحفظ بقى في الثلاجه. خلي بال حضراتكم، مصر بتزرع سنويا حوالي 350 الف فدان بمحصول القصب، وده محصول استراتيجي مستحيل نستغنى عنه، والفدان بياخد 7000 شتله قصب، يعني محتاجين في اول سنه لتعميم تجربه زراعه القصب بالشتلات اكتر من 2 مليار شتله قصب، وده مستحيل يتحقق في مشاتل اسوان اللي نفذتها الدوله باحدث تكنولوجيا، وبعدها هنحتاج 200 ولا 300 مليون شتله لمده 5 سنين عشان نغطي احتياجات المزارعين في ترقيع القصب، يعني نزرع في الاماكن اللي ما نجحتش زراعتها اول مره في حقول القصب. دكتور حضرتك كمان شاركت بقوه في مشروع كومومبو، هدفنا ننتج ملايين الشتلات، عندنا مشروعين، واحد بينتج 15 مليون شتلة والتاني بينتج 115 مليون شتلة، مشروعات بمليارات الجنيهات. تمام، عشان نغير وجه زراعة القصب في مصر. تقييمك لهذا المشروع بحياد. شتل القصب أحد الحلول لرفع إنتاجية قصب السكر في مصر، وفي نفس الوقت ابتدينا نحسن في التربة اللي موجودة في الصعيد اللي بقالها عشرات السنين بتزرع قصب، على الأقل لو سنة واحدة بس فاصل حتى بين قصب وقصب، مش يشيل قصب ويزرع قصب، نشوف الصرف الزراعي ظروفه إيه، الأرض هل محتاجة كبريت، هل محتاجة جبس، هل محتاجة حرط عميق. أعتقد إن إحنا كده نقدر نوصل كمتوسط 50-60 طن كمان قصب للفدان الواحد. طيب الفلاح مستجيب، مزارع القصب في الصعيد في 350 ألف فدان مستجيب لهذا الأمر؟ المزارع بيستجيب لما يشوف بعينه، عشان كده وعملنا له مشاتل بملايين الجنيهات يعني. لا والخطه كمان هيكون في حقول ارشاديه وايام حقل وايام حصاد، والمزارعين هيجوا هيشوف بعينه الفرق في الانتاجيه. هو مزارع القصب اول ما بيبص من بعيد كده على حقل القصب بيقول لك ده هيجيب كام طن. طيب القطاع الخاص لو فكر انه يدخل يساند جهود الدوله في انشاء مشاتل متخصصه في انتاج شتلات القصب، مرحب بيه تماما. ان احنا كنا في اجتماع مع معالي وزير الزراعه وهو بنفسه طلب ان احنا نطلب من القطاع الخاص ان هو يدخل في هذا العمل، تطلع شكله طليق بانها تروح للمزارع. هسألك سؤال اتفضل، بس تجاوبني بصراحة. اتفضل. 3 جنيه مش كتير على الشتلة وانا بحط 7000 شتلة؟ يعني محتاج 21000 جنيه عشان اقول بسم الله الرحمن الرحيم في شتل الارض؟ هي دلوقتي احنا بنعمل تجارب عشان نحاول نقلل سعر الشتلة شوية، وفي نفس الوقت او نبحث مع البنوك ازاي نمول ونبقى ناخد بعض الحصاد. هو البنك الزراعي لما زود له 20 طن مش هيحس بثمن الشتله. بالظبط، البنك الزراعي ان شاء الله داخل في الموضوع في كتمويل بحيث ان هو هيمول الشتلات، وشركات السكر هتدي له القسط بتاعه من محصول المزارع اخر السنه ان شاء الله. الشتل للقصب محتاج مكن؟ يعني انا هجيب مكن عشان اشتل؟ جبنا تمشي بالفعل. تشتل احنا جبنا بالفعل شتلات موجوده تبع المشروع، موجوده في كومبو، بنزلها للمزارعين. تنزل للمزارعين تشتلوا الارض بتاعته. لان طبعا ده مكان بسيط قوي، دي عجله هيمشي يحط فيها الشتلات. لا احنا جايبين حاجه كويسه قوي من هولندا، حاجه مش عايزين نكلفه، انا عايز تبقى بيته ينزل يشتل الارض زي ما هو عايز. ان شاء الله يعني ممكن برضو مجلس المحاصيل السكريه يساهم في اللي هو يعني تكلفه الزراعه بالشتل اللي كشتاله. يعني اتوفر من وقت الارض قد ايه؟ يعني انا القصب بيقفل السنه، هو انا الشتله عندي في المشتل بقى لها شهرين. اللي هيزرع في الميعاد الصحيح اللي هو من كام لكام؟ اللي هو شهر مارس وابريل. لما هيجي يكسر القصب بتاعه بعد سنة، القصب بتاعه كده عمره الحقيقي 14 شهر، وبالتالي ده هيزود له السكر وهيزود له محصول العيدان. اللي متأخر شوية بس مش متأخر قوي،
يبقى انا عوضت له برضو التاخير دون ان هو نزل شتله تقدر ان هي تعوض له جزء كبير من التاخير بتاعه. المشوار طويل جدا في مشروع العشر تلاف فدان الجديده اللي فاز بيها الدكتور الجراح فوزي الدغيدي في سهل البركه في الوادي الجديد، ولكن هي الزراعه كده عايزه مال قارون وعمر نوح وصبر ايوب، ولو صمت واجتهدت واشتغلت باخلاص تديك خير ملوش اول من اخر.